فريق إنجليزي يفاجئ لاعبا مغربيا، إحصائية وأرقام مذهلة لداري أمام الباراغواي، الرقراق يكشف عن جديد العربي وحمد الله مع الأسود، بوفال يصدم الشعب المغربي بقرار صادم، 7 ملايين مغربي تابعوا قمة الأسود الباراغواي، مدرب الباراغواي الأسود بإمكانهم تجاوز الدور الأول للمونديال، رسالة زياش التي يرفض أن يتسلمها وحيد، 5 أسود من هؤلاء خارج لائحة المونديال. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. أعلن فريق واتفورد الإنجليزية اليوم الأربعاء تمديد عقد لاعبه الدولي المغربي عمرو لوزا إلى غاية 2028، وجاء توقيع هذا العقد الطويل الأمد مع لاعب الأسود الذي غيبته الإصابة خلال معسكر المنتخب المغربي الأخير بإسبانيا بعد التألق الكبير للاعب مع واتفورد. ونزل واتفورد الموسم الماضي إلى دور الدرجة الثانية تشامبيونشيب، ويغيب لوزا عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي بفعل عملية جراحية، حيث من المنتظر أن يعود للميادين في غضون الأيام القليلة المقبلة. حقق أشرف داري أرقاما مهمة وجد إيجابية في ثاني ظهور له مع المنتخب الوطني كرسمي في تشكيلة، وذلك أمام منتخب الباراغواي في إطار الإعداد فوق أرضية ملعب بيتيس الإشبيلية. وحسب أرقام وإحصائية نشرها مرصد المحترفين المغاربة المتخصص في شؤون اللاعبين الذين يمارسون في المهجر، فإن مدافع بريست الفرنسي حاليا خاض 90 دقيقة ومرر 42 كرة دقيقة كانت فيها نسبة النجاح 91%، وقام داري بتدخل في 5 مناسبات واعتراضات 7 مرات واسترجع الكرة في 3 مناسبات. وفاز صخرة الدفاع بالوداد خلال السنوات الماضية بثنائيات 10 مرات، في حين ربح الكرة الهوائية في 9 مرات. تحدث والد الركراكي مدرب المنتخب الوطني مرة أخرى عن كل من عبد الرزاق حمد الله ويوسف العربية، وذلك بعد نهاية مباراة الأسود ضد الباراغواي. وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة بأن الشارع المغربي دائما يعيد نفس الأسطوانة وهي الحديث عن حمد الله والعربية، مشيرا أنه يتحمل مسؤولية اختياراته. وأضاف خليفة وحيد في تدريب المنتخب قائلا: غاد نفكروا في حمد الله وفي العربية، وحتى إلى كان كل شيء مهاجم في البطولة برو. وتابع الركراكي بأن ضيق الوقت فرض عليه عدم تجريب أيوب الكعبية، وبعدما منح الفرصة لنصيري ماي وشديرة، مؤكدا بأنه يتحمل كامل المسؤولية في مركز مهاجم الأسود. أبدى فريق ريان القطري اهتمامه بضم الدولي المغربي سفيان بوفال خلال مرحلة انتقالاته الشتوية المقبلة. وحسب صحيفة العرب القطرية، فإن الفريق القطري سيحسم ضم بوفال خلال تواجد الأخير مع الأسود في كأس العالم المقررة بقطر شهر نوفمبر المقبل. وأضافت المصادر نفسها بأن بوفال أعطى موافقته المبدئية من أجل التوقيع في كشوفات ريان القطري. ويحمل النجم خط وسط الهجومية للمنتخب الوطني حاليا قميص فريق أونجي الفرنسي. حققت المباراة الودية التي جمعت أمس الثلاثاء المنتخب الوطني بنظيره الباراغواي نسبة مشاهدة مهمة، وتابع هذه المواجهة التي أجريت بمدينة إشبيلية الإسبانية وانتهت بالتعادل السلبي حوالي 7 ملايين مشاهد مغربي. وتدخل هذه المقابلة في إطار استعدادات النخبة الوطنية تحت قيادة المدرب وليد الركراكي لنهائية كأس العالم بقطر. يشار إلى أن أسود الأطلس حاضرون، مباراتين وديتين تأهبا للمونديال، الأولى أمام منتخب الشيلي انتهت لصالحهم بهدفين نظيفين، والثانية أمام الباراغواي.
أكد مدرب المنتخب باروسي كيليتو مدرب منتخب الباراغواي أنه بإمكان المنتخب الوطني المغربي تجاوز الدور المجموعات من مسابقة كأس العالم. وقال سكيليتو في تصريحات صحفية بعد نهاية مباراة المغرب والباراغواي إن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة ويتوفر على لاعبين مميزين، مضيفا أن نتيجة التعادل السلبي 0-0 تبقى منصفة للطرفين. وأعتقد المتحدث نفسه أن المنتخب المغربي بإمكانه تجاوز دور المجموعات من مسابقة كأس العالم والتأهل إلى الدورة الثانية كون أن لدي لاعبين من مستوى الرافع في خط الأمامية. وتعادل المنتخب الوطني مع نادي الباراغواي بنتيجة 0-0. بعث حكيم زياش بالتأكيد من خلاله عن أدائه القوي خلال ودية باراغواي برسائل إلى المدرب السابق واحد خليل زيت ولكل من كان يقف في صفه مليئة بالوضوح واليقين والإصرار على أنه لاعب من العيار الثقيل يملك من الثقة والخبرة والموهبة ما يستطيع أن يصنع به العجب. زياش لم يهدأ أمام الباراغواي وكانت مناوراته وتمريراته وتسديداته تحمل الخطورة باستمرار، وكانت يسرى الساحرة تهدد حارس مرمى أنطونيو دومينغو في كل وقت وحين. فكيف كان واحد يقبل على نفسه أن يحرم فريقه ويحرم أسود الأطلس كل المغاربة من لاعب في هذا المستوى الكبير؟ وإذا كان من كل شيء يأسف على زياش خلال هذه المباراة ومعه كل زملائه اللاعبين وكل جمهور المغربي، هي تلك التسديدة الرائعة التي ردها قائم المرمى في الدقيقة 59 بعدما استسلم حارس المرمى تماما قتنا في أن الكرة في مرمى. ولسنا في حاجة بالطبع لتذكير بكل تمريرة الخطيرة التي مرر زياش بيسرها لمنطقة عملية الخصم وكانت تحتاج فقط لمن يترجمها إلى أهداف. اقتصرت تجربة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي خلال ودية الشيلي والباراغواي للاعتماد على 19 لاعبا أخذهم لتجربة بحثا عن الانسجام أكثر، فيما ظل 8 لاعبين خارج تجربة من دون ذكر حراس المرمى طبعا. ويتعلق الأمر بكل من يحيى عطية الله بدر بانون صوفيا الرحيمي منير الحدادية سامي ماي جواد ليعمق أيوب الكعبي وفهد موفية، وهو ما يعني أن اللاعبين الستة الذين سيكونون خارج لائحة الأسود الرسمية التي ستضم 26 لاعبا والتي سترسل إلى الفيفا قبل يوم 14 نوفمبر القادم لاعتمادها رسميا خلال مباراة المونديال، سيكونون ضمن هؤلاء ما لم يطرأ أحد حدث أو تحدث إصابة طارئة بين اللاعبين الآخرين لا قدر الله.